علمتني الحياة في ظل العقيدة أن بلسم الجراحات هو الإيمان بالقضاء والقدر، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قد علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، علم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. فرضي فرضي الله عنه، وسعد في حياته وأخراه، واطمأن قلبه وسكنت روحه، فهو في نعيم وأي نعيم. في الموقف العظيم يوم يقول الله للناس وهم يدوكون في عرصات القيامة، يقول لأناس من بين الخلائق جميعهم: ادخلوا الجنة بلا حساب. فيقولون: يا ربنا ويا مولانا قد حاسبت الناس وتركتنا. فيقول: قد حاسبتكم في الدنيا، وعزتي وجلالي لا أجمع عليكم مصيبتين ادخلوا الجنة. فيتمنى أهل الموقف أن لو قرِّضوا بالمقاريض لينالوا ما نال هؤلاء من النعيم. في الصحيح أن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن عندي من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ويا له من جزاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيح أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول لملائكته: قبضتم ابن عبد المؤمن، قبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم سبحانه وبحمده. فتقول الملائكة: نعم. فيقول: وماذا قال وهو أعلم جل وعلا؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحوادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر، وبلسم وظل وارف من الطمأنينة، وفيض من الأمن والسكينة، ووقاية من الشرور، وحافز على العمل، وباعث على الصبر والرضا. والصبر مر مذاقه، لذيذة عاقبته، صبرت ومن يصبر يجد غب صبره، ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. فاحرص على ما ينفعك، وارض بما قسم الله لك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني.